القدس الله الواحد امين. نبتدي بنعمة ربنا يسوع تأملاتنا في سفر من اصغر الاسفار في الكتاب المقدس، لكنه سفر مهم جدا. احنا طبعا عارفين ان اصغر سفر في العهد القديم هو سفر عبيديا، وده يقع في الأصح 21 آية فقط، أصحاح واحد. وفي العهد الجديد رسالة يوحنا الثالثة 14 آية، ويليه على طول في الأسفار الصغيرة السفر بتاع النهاردة، سفر حجي النبي. سفر حجي النبي أصحاحين اثنين، ويشتمل على أربع نبوات مهمة جدا مختلفة عن الأسفار اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. معظم الأسفار اللي اتكلمنا فيها قبل كده كانت ربنا بيعاتب الشعب على انه بعد عنه، وبيبعت له عصاية تأديب غالبا بتكون من الأمم، وبعد كده بيقتص من الأمم اللي عذبوا وأذلوا شعبه، وبعدين بيدعوهم للتوبة وبيتوبوا. ومعظم الأسفار تبتدي بالويلات وتنتهي بالبركات، أسفار اللي خدناها قبل كده. النهاردة بنعمة المسيح هنتكلم عن يعني سفر يتعلق بهيكل الرب، بناء الهيكل. يعني السفر ده نقدر نسميه سفر بناء الهيكل. ايه الحكاية؟ الحكاية انه الشعب بني اسرائيل عاشوا تحت السبي الاول في بابل عشرات السنين. عشرات السنين كانوا مسبيين، وفي بابل طبعا عارفين احنا دانيال والثلاث فتية، وعارفين كتير من الـ 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 الانبياء ولدوا في السبي او كان لهم دور في السبي. هنا اقول كان لهم دور يعني في قيادة الشعب في اثناء السبي وبعد السبي، زي دانيال النبي والقصص الجميلة بتاعته اللي احنا عارفينها دي. ربنا يدينا النعمة ويعني ونقدر نتأمل في سفر دانيال في يوم من الأيام، بس احنا بناخد الأسفار الصغيرة. قعد السبي ده من 580 ل 536. في أثناء هذه الفترة اتولد حجي النبي، واتولد أيضا زربابل. حجي يعني فرح أو عيد. وعلى فكرة إخواتنا اللي بيعيدوا يعني بالحج وكده، كلمة حجي دي أو حجي دي مش كلمة أصيلة عربية، لأن حجي معناها مبهج أو مفرح أو عيدي، وكأنهم بيربطوا طبعا العيد بالفرح. طبعا الدليل على كده أنهم دايما يحجوا على العيد بتاع الأضحى مين لي يعني، أو أي عيد يعني، ويعتبروا أن الحج ده فترة فرح وتوبة وحاجات حسب إيمانهم يعني. فكلمة حجي يعني مبهج أو مفرح أو عيدي، عشان كده لما نقول حج يعني عيد. زربابل كان والي على يهوذا بعد 70 سنة من السبي البابلي. سمح ملك بابل لليهود انهم يطلعوا علشان يبنوا الهيكل، وعين زربابل والي على يهوذا. وكان في هذا الوقت كاهن
مرافق مع زربابل، هنتكلم عنه كمان شوية. لكن اللي عايز أقوله إنه لما طلع اليهود من سبي بابل، طلعوا على أساس إنهم يبنوا الهيكل، وبعدين للأسف الشديد بدال ما يبنوا الهيكل اهتموا أولاً إنهم يبنوا البيوت بتاعتهم. فراح على طول صارت كلمة الله لحجي موجهة إلى زربابل باعتباره هو والي اليهود في ذلك الوقت. فبيقول لهم كلمة الرب، يعني كلمة الله التي صارت لحجي، هكذا قال رب الجنود: هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ بعد بناء بيت الرب. يعني بعد العبودية السنين الطويلة دي، ولما طلعوا بقى إلى أورشليم، مفروض إن أول حاجة يفكروا فيها إنهم يبنوا الهيكل اللي اتهدم، هيكل سليمان اللي اتهد، ويرجعوا بقى العبادة، ويرجعوا بعد ما كانوا مسبيين ومذلولين تحت العبودية بتاعت مملكة بابل. لكن للأسف الشديد إنهم بدال ما يبنوا الهيكل، ابتدى كل واحد يبني في البيت بتاعه ويهتم ببناء البيت بتاعه. تعال نشوف كده من أول الحكاية يقول إيه. إصحاح الأول، في أول يوم من الشهر السادس، اسمه شهر أيلول، السنة الثانية لملك داريوس الفارسي ملك فارس. لأن طبعا الحكاية إنه الدولة الفارسية هزمت الدولة البابلية وحلت محلها، ففارس الفارسيين سمحوا لليهود انهم يرجعوا على اساس انهم يبنوا نفسهم من جديد وينتهي السبي الاولاني. فيقول كده في اول يوم من الشهر السادس في السنة الثانية لملك داريوس، كانوا بيحتفلوا بالعيد الشهري، كل شهر في أول يوم كان في عيد، والعيد ده كان يبقى في أول الشهر القمري علشان يمارسوا العبادة الجماعية. فحجي النبي استغل الفرصة علشان يعلن هذه النبوة، أو نقدر نقول كلمة الله استغلت الفرصة ديت في وقت مناسب، وكانت كلمة الله إلى حجي النبي: هكذا قال رب الجنود، هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ بعد بناء بيت الرب. للأسف الشديد، خلينا نشوف النص بتاع الكلام بالظبط ونفصصه عشان نشوف قد إيه يعني هما ألموا قلب ربنا. السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يد حج النبي إلى زربابل ابن شألتئيل. كلمة زربابل يعني المولود في بابل، الذي ولد في بابل. زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا وإلى يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم. كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ ينفع أنكم تهتموا أنكم تبنوا بيوتكم
وتسيبوا بيت ربنا خراب، ده مش بس بتبنوا بيوتكم، بيوتكم المغشاة يعني فيها لاكشري، ما هياش يعني مجرد بيوت كده عادية، لا ده بيوت فخمة محترمة مغشاة، يعني مطلية بقى بحاجة، مطلية برقائق ذهب، برقائق فضة إلى آخره. طيب هتعمل إيه يا رب؟ الآن هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم. فاكرين لما قال حيثما يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا؟ انتوا اخترتوا الطريق ده، اجعلوا قلبكم عليه، هيحصل ايه؟ اصعدوا الى الجبل. لا، قبل كده اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس الى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس مثقوب. تزرعوا كتير كتير والإنتاج يبقى قليل للأسف الشديد، تعملوا كروم كتيرة والخمر يبقى قليل جدا للأسف الشديد، تلبسوا ملابس وتتكسوا ولسه إيه سقعانين مش متدفيين، واللي بياخد أجرة بياخدها في كيس مخروم يعني ما فيهاش بركة، ياخد الأجرة من هنا وتنزل للأرض يعني للأمور المادية من هنا. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الإنسان اللي بيغرق في الماديات عمره ما هيشبع، العين لا تشبع من النظر والأذن لا تشبع من السمع، كل الأنهار تصب إلى البحر والبحر ليس بملآن، مفيش شبع من الدنيا ومفيش ارتواء من الدنيا ومفيش دفء حقيقي من الدنيا ومفيش بركة في الحاجة اللي بتجيلنا ما دام هي بعيدة عن ربنا. طب نعمل ايه يا رب؟ قال اجعلوا قلبكم على طرقكم. ايه طرقنا؟ انا هو الطريق، خلي قلبكم عليا، ارجعوا. طب نعمل ايه؟ آية 8 يقول اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فارض عليه واتمجد قال الرب. اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت، لانه ما فيش حل ان الانسان يشبع ويرتوي ويتدفى وحياته تبقى فيها بركة إلا لما يكون البيت المقدس هيكل الله مبني أولا قبل احتياجات العالم، قبل الأكل والشرب واللبس والدفء والأجرة والمال والكلام ده، إن ما كانش قلبي أنا أصبح هيكل قدس للرب كل اللي أنا بعمله ده ملوش لازمة. اسمع كده: انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، قعدتوا تستنوا كتير وبعدين بالنتيجة قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه، يعني اللي جه أنا نفخت عليه، يعني لأنه أنتوا مش مستعنين بي، أنتوا مش بصين لي، أنتوا مش مهتمين بي، فاللي داخل من غيري ما فوش بركة، فوش بركة. لماذا يقول رب الجلود؟ لأن بيتي الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. اوعى يكون قلبك من جوه بعيد عن السامعين خراب. كلمة خراب هنا معناها يعني كلمة صعبة قوي، قلبي اللي مفروض يبقى قدس أقداس الرب يبقى خراب. ربنا بيقول كده للأسف الشديد، بيقول بيتي الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. الله، يعني إيه الفرق؟ البيتي اللي جوه قلبك أنت سايبه ونسيه وسايب التراب والقاذورات فيه لما خرب، وبيتك أنت بقى اللي هو جسدك وعقلك وقدراتك ورغباتك وشهواتك،
هي دي اللي مرمية في الأرض. ينفع؟ ما ينفعش. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى. مفيش برودة كده وندى حلو، جفاف، عندكم جفاف. ومنعت الأرض غلتها، مفيش خير في الأرض، مش هتديكوا خبز، مفيش خبز. ودعوت بالحر على الأرض، دنيا بقت حر، وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. شوف بقى، دعوت بالحر على الأرض، يعني اللي انتوا زرعتوه هيتحرق. اللي انتوا زرعتوه هيتحرق. وعلى الجبال، الجبال اللي انتوا طالعين عليها علشان تعبدوا أصنام وعلشان تعيشوا أي كلام أي كلام، دي الأخرى هتخرب. ودعوت على الحنطة، الحنطة يعني الخبز، مفيش خبز. وعلى المستار يعني الخمر، وعلى الزيت يعني الروح القدس، وعلى ما تنبته الأرض كلها اللي طالع من الأرض، يعني بصراحة كده الأكل والخمر، الندى مفيش، والغلة مفيش، والحر على الأرض شققت ونشفت. وعلى الجبال اللي فوق دي، يعني على الكبرياء، آسف، هنا الجبال يعني الكبرياء وذات الإنسان. وعلى الحنطة مفيش بركة حنطة، وعلى المستار مفيش عنب ولا زبيب ولا بالتالي الخمر اللي سر الفرح، وعلى الزيت اللي بيلين، ولا ما تنبته الأرض، وعلى الناس وعلى البهائم. على الناس هنا أنا قلت لكم لما يجي يقول الإنسان يبقى يقصد به النفس اللي هو خلقها، والجسد هنا يشير إلى الأرض، وفي نفس الوقت البهائم تشير إلى شهوات الإنسان. وعلى كل أتعاب اليدين، يعني على كل الجهاد الفلسو اللي الإنسان عمال يمارسه في حياته بدون أي فايدة. حصل إيه؟ حينئذ سمع زربابل ابن شألتئيل ويهوشع ابن يهوصادق. زربابل هو والي البلد زي ما قلت لحضراتكم، هو الوالي، كويس؟ زربابل هو الوالي، وفي نفس الوقت يهوشع يمثل الكهنوت، والكهنوت يعني العبادة القلبية، يعني إرادة الإنسان ممثلة في زربابل، وعبادة الإنسان الممثلة في يهوصادق. ابتدى يصحى حينئذ سمع زربابل ابن شألتئيل ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حج النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. هنا بقى دي النقطة الجميلة، تنبيه حج النبي لزربابل وليهوصادق قوت إرادة الشعب ونفخت في قلبه طاعة وعودة إلى طاعة ربنا. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا أنا معكم يقول الرب. يا سلام عليك يا رب، أنت حنين قوي. يقول وخاف الشعب أمام وجه الرب، مجرد أن مخافة ربنا دخلت قلب الإنسان تسمع منه على طول أنا معاك، أنا معكم يقول الرب، أنا معكم. ونبه الرب روح زربابل، يعني الإرادة القوية، ابن شألتئيل والي يهودا، وروح يهوشع يعني العبادة القوية الممثلة في الكهنوت ابن يهوصادق الكاهن العظيم، وروح بقية الشعب، أدي الكنيسة كلها، أدي الكنيسة كلها. فجاءوا وعمل الشغل في بيت رب الجنود إلههم في اليوم الرابع والعشرين من السادس
من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك. يعني قعد حج النبي يتكلم مع زربابل ويهوشع، ويهوشع يتكلم مع الشعب مدة 23 يوم، من اليوم الأول في الشهر السادس يوم العيد لليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية، يعني 24 يوم، وابتدى الشعب يرجع مرة تانية. على فكرة الشعب ده برضو بالرغم من إنه كان بعيد عن ربنا، لكن بصراحة بصراحة كده سمع صوت ربنا وانتبه وأطاع صوت الله، أطاع صوت الله. ما ندخل بقى ده الأصحاح الأولاني، الأصحاح الأولاني، تعال ندخل فيه الأصحاح الثاني من سفر حجي النبي. في السنة الثانية لداريوس الملك، في نفس السنة، خلي بالك ما لسه في السنة الثانية. أنسيت أقول لكم حاجة مهمة، إن النبوة بتاعت حج النبي دي كلها خدت 3 أشهر و24 يوم، أقل من 4 شهور، لكن فيها كان فيها تأثير شديد جدا جدا إنهم رجعوا يبنوا البيت. في السنة الثانية لداريوس الملك، يبقى النبوة الأولانية ربنا بيعاتبهم بيقول لهم ما يصحش تأجلوا بيت ربنا وانتوا تعيشوا، يعني بصراحة ما تخليش ربنا يبقى على زاوية من حياتك، ما تخليش ربنا يبقى على هامش حياتك، ما تخليش ربنا يبقى من ضمن البرنامج بتاع حياتك، لا، ربنا يبقى أول كل شيء. الذين يبكرون إلي يجدونني، تسلم اليوم لربنا، تسلم الأسبوع لربنا، تسلم الشهر لربنا، تسلم حياتك لربنا، مشروعاتك لربنا. الأول هو الهيكل القدس، الهيكل بتاع قدسه يصحى ويطلع منه صلوات وأصوام وعبادة، وبعدين الأكل والشرب واللبس والزواج والخلفة وكل الممارسات العادية تيجي بقى بعد كده من إيد ربنا كعمل إلهي وبركة إلهية. يعني بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ده الإصحاح الأول. يعني في الإصحاح الثاني بقى سنة تانية لداريوس الملك حصلت مشكلة تانية. في أول يوم من الشهر ده برضو العيد شهر، كانت كلمة الرب عن يد حج النبي إلى زربابل ابن شألتئيل وليهوذا وإلى يهوصادق يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم قائلا، أنا آسف أنا ابتديت أقرأ الأصحاح الثاني مرة تانية. في الشهر السابع، آسف بقى الشهر اللي بعده على طول، في الشهر السابع في 21 من الشهر، يعني الإصحاح الأولاني انتهى في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس، في اليوم 21 من الشهر السابع يعني أقل من شهر، كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا، كلم زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا، من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع يا ابن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود. الحتة دي عايزة شرح شوي. لما ابتدوا يبنوا البيت، البيت ما طلعش فخم زي ما كان بيت سليمان فخم. بيت سليمان كان عظيم جدا، قعد داود النبي يجمع ذهب وفضة ونحاس وحجارة كريمة وأقمشة غالية وأدوات وحجارة، أدوات بلا عدد، فطلع هيكل سليمان تحفة معمارية، انهد هيكل سليمان. لما جم يبنوا بقى بعد السبي الهيكل التاني ده، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، الشيوخ اللي كانوا حصلوا
البيت الأولاني وشافوا الفخامة اللي فيه، بصوا للبيت قعدوا يعيطوا ويبكوا وينوحوا. الشبان فرحانين وهم بيبنوا البيت، والشيوخ زعلانين قوي وبيبكوا على إن البيت مش في مستوى البيت الإيه الأولاني. دي مشكلة كبيرة جدا. اوعى حد يهبط عزيمتك وانت بتجاهد، اوعى حد يقول لك فين ايام زمان لما كان القديسين بيعيشوا كده ولما كان الامراء. هتحصل الكلام ده؟ معقول انك توصل للحاجات دي؟ طب قارن نفسك كده بالانبا انطونيوس، طب قارن نفسك بالابو مقار، قارن نفسك بالست دميانه، قارن نفسك بماري جرجس، قارن. لا ده كانت بقى حاجات عظيمه. تقول له ايه ده؟ تقول له ايه ده؟ انا ببني بيتي حسب الظروف اللي انا فيه، انا ببني بيتي بكل جديه وبكل قوه، وربنا معايا، ربنا معايا. انتوا زعلانين قوي على البيت بتاع سليمان، الهيكل بتاع سليمان الفخم البديع تحفه المعماريه، وصعبان عليكم انكم تبنوا بيت. طب اسمعوا اللي جاي بقى، اسمعوا اللي جاي. الان تشدد يا زربابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول الرب، حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا. ليه يا رب ما نخافش؟ على أصل أنا صحيح طالب منكم أنكم تبنوا هيكل بدل هيكل سليمان اللي اتهد، لكن ما تنسوش ان في يوم من الايام هقول لكم، في يوم من الايام هقول لكم سليمان بنى بيتا لكن العلي لا يسكن في مصنوعات الايادي. امال هتعمل ايه يا رب؟ قال خد بالك، هكذا قال رب الجنود، هي مره بعد قليل فازلزل السماوات والارض والبحر واليابسه. هتزلزلها ازاي يا رب؟ ازلزل كل الامم ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. بيت اللي انتوا بتستهينوا بيه ده، اللي انتوا بتبنوه وما هوش في جمال ومجد وعظمة وفخامة هيكل سليمان، لا ده هيجي هيكل أفخم بما لا يقاس. يأتي مشتهى كل الأمم. من هو مشتهى كل الأمم؟ ربنا يسوع المسيح. يأتي يملأ هذا البيت مجدا، هو اللي حيملأ البيت مجد. هنا ينبه ربنا قلوبهم وعقولهم وأفهمهم عن طريق حج النبي، سواء زربابل أو يهوشع، الإرادة في العمل أو القلب في العبادة أو الشعب كله كله، لأن العبرة مش في الحجارة اللي بتبنوها، العبرة في الإرادة اللي أنتوا بتبنوا بيها عشان يكون لي بيت عشان أنا أحل فيه، ولما أحل فيه أملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. ليه الفضة وليه الذهب يقول رب الجنود، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. إذن هذا السفر سفر فظيع جدا. ده مش بيتكلم بقى عن بناء هيكل بدل هيكل سليمان، لا ده بيتكلم عن بناء هيكل قدسه في قلب كل واحد فينا، فيكون مجد هذا البيت أعظم بما لا يقاس من مجد البيت الأول. البيت الأول كان رمز، كان يحل فيه الروح القدس كدخان وكبخور وسحاب ونور يملأ المكان، لكن ده كله كان رمز وإشارة إلى أن يأتي مين؟ إلى أن يأتي مشتهى الأمم. دي النبوة الثانية. يبقى النبوة الأولانية ما يصحش تأجله بناء بيت ليا
وتهتموا ببيوتكم. نمرة اتنين، مش المهم انك تبني البيت بالحجارة، لا، ده انا هاجي في يوم من الايام واحل في البيت ده، فيكون البيت اللي انت بتبنيه ده مش بيت بالحجارة، لا لا، ده بيت مبني بدمي، ده بيت مدفوح فيه دمي، ده انا مشتهى الامم اللي حاجي هعيش فيه. النبوة التالتة بقى مهمة جدا جدا جدا. هكذا قال رب الجنود، اسأل الكهنة عن الشريعة. طبعا الكاهن يطلب منه الشريعة، فإذا ما كانش الكاهن عايش حياة مقدسة في الرب هيقول الشريعة غلط، هيفسر الشريعة غلط، وهيضلل الناس. عشان كده في تاريخ الكنيسة فيه كتير من الهرطقات، في كتير من التعاليم الغريبة، في كتير من البدع، في كتير من الانحرافات حتى في التعليم. لكن هنا يقول إيه؟ اسأل الكهنة عن الشريعة. إيه الشريعة؟ قال إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف توبه، ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما، فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا. عارفين تفسير الكلام ده إيه؟ يعني أنا شايل لحم مقدس، شايل جسد المسيح ودمه، مش المناولة، شايل المسيح فيا أنا شايله في طرف توبي، حامله كده، وبعدين من الطرف الثاني أجيب خبز وطبيخ وخمر وزيت وطعاما ما، فهل يتقدس؟ قال لا، ما ينفعش. معنى كده إيه؟ ما ينفعش إن أنا أبقى شايل قدوس القديسين في قلبي وتنجس بأطايب العالم، أتنجس بخبز وطبيخ وخمر وزيت وطعاما ما، يعني لأي كلام اللي قال عليه الطعام البائد، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. هنجلها الآية دي تاني لأنها في يوحنا 6:27. إنما هنا عايز أقول إيه؟ النقطة الثالثة، إن ربنا بيقول لهم أنتوا بتبنوا البيت بتاعي، بتبنوا بحجارة كويسة عشان البيت، لكن في نفس الوقت إيديكم اتعصب الشر، إيديكم اتعصب الاهتمامات المادية، الخبز والطبيخ والخمر والزيت وطعاما ما. أدي ناحية. الناحية الثانية، طبعا الكهنة قالوا لا، طبعا هل يتقدس؟ لا، أنا مش هتقدس. يعني إيه؟ يعني عمل المسيح في قلبي هيتعطل طول ما أنا مهتم اهتمام شديد بالأكل والشرب والزيت والخمر وطعام ما، أي كلام، غرور العالم أو هموم العالم وغرور الغنى اللي قال عليها في المثل بتاع الزارع. مثل الثاني، إذا كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا يتنجس. يعني لو الإنسان شايل لحم مقدس ولمس ميت، يعني التصق بناس أموات في الخطية عايشين في النجاسة وفي التعب، إيه رأيك، ينفع اللحمة دي تحميه؟ قال لا، اللحم المقدس ما يحميهوش مدام لمس ميت. إذا كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس، اللي هي اللحم المقدس؟ قالوا لا، طبعا لازم يتنجس. فأجاب حجي وقال هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدامي يقول الرب، وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونهم هناك هو نجس، مش متقدم بقلب نقي، مش بتقدم بإرادة صادقة، مش بتقدم بتوبة قوية بحياة مقدسة طاهرة، متقدم أي كلام. طب ما أنت عايز إيه يا رب؟ أنا مش عايز الطوب والحجارة، ده أنا بقول لكم ابن البيت عشان وانتوا بتبنوا البيت تعيشوا في المقادس، تقوم تتقدس حياتكم،
لكن تفضلوا في العيشه اللي انتم عايشين فيها وتقولوا احنا بنبني البيت، تفضل رايح الكنيسه وراجع من الكنيسه وداخل الكنيسه وراجع من الكنيسه وحاضر القداس وحاضر العشاء، وحياتك هي هي، تصرفاتك هي هي، وعلاقتك بالناس هي هي، واهتماماتك الماديه هي هي، مش عايز اقول حاجات اكتر من كده، هي هي. ازاي المقدس والنجس يجوا مع بعض؟ ما ينفعش النور مع الضلمه، ما ينفعش. طب نعمل ايه يا رب؟ قال في ايه 15: والان فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. عايز قلبك الاول يا ابني، اعطني قلبك ولتضاحظ عيناك طرقي. يعني بس باختصار كده، مش البناء اللي من بره واللي جوه مليان نجاسه. عشان كده المسيح لما جه يتكلم مع الكتبه والفرسين المرائين قال لهم انتم البعد عاملين زي القبور المبيضه، خارجها يبدو حسنا وداخلها عظام اموات وكل نجاسه. فالان اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا، من النهارده، قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. منذ تلك الايام زمان كان احدكم ياتي الى عرمه، يعني الى مخزن 20، فكانت 10، يعني يروح لمخزن فاهم ان فيه 20 مثلا شوال قمح، يلاقيهم عشرة. ياتي الى حوض المعصره اللي بيعصروا الزبيب ياخد خمر منها ليغرف 50 فوره، فكانت 20. مفيش بركه، لان القلب مش شغال، ده الايدين شغاله، هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد بعيد عني. قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد، يعني الافات اللي بتيجي في الزراعه في كل عمل ايديكم، وما رجعتم الي يقول الرب. فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا. شوف الاول قال اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا، ارجعوا بقى شوف كنتوا بتعملوا ايه. تيجوا تغرفوا تاخدوا 20 تلاقيهم 10، تيجوا تغرفوا 50 تلاقيهم 20. العمل ايديكم اتضرب بالافات واتضرب بالبرد. فهنا انا بديكم مثل عشان تعرفوا ان من غيري ما فيش بركه. لكن اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا، من اليوم 24 من الشهر التاسع، من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم، يعني اشتغلوا بقلبكم، ما تشتغلوش بإيديكم بس، لكن تشتغل بقلبك. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي. نفسي يا رب لما اصلي لك اصلي لك من قلبي. بكره هنبتدي صوم الست العذراء ام النور، نبتدي صوم من القلب، ننقي القلب، ننظف القلب، نطهر القلب، نجهز القلب، نملى القلب بكلمة ربنا، نتعزى بيها، نفرح بتراتيب، بألحان، بتسبيح، بكلمة الرب في الإنجيل، بصلوات الإدبية، بكل نفس، زي ما يقول في تسبحة السبت، كل نفس أتنفسه أسبح اسمك القدوس. هل البذر في الأهراء بعد؟ والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد؟ فمن هذا اليوم أبارك. خلاص هتيجي بقلبك، تيجي بقلبك هيبقى فيه إيه؟ بركة. قلبك وراجع لورا هتنزل للعالم، قلبك وصاعد لقدام هتيجي البركة في الأهراء، يجي الكرم والتين والرمان والزيتون والخير والبركة. النبوة الرابعة والأخيرة: وصلت كلمة الرب ثانية إلى حجي في 24 من الشهر في نفس اليوم. خدوا بالكم، هو ابتدى نبوته إمتى؟ في اليوم الأول من الشهر السادس، وانتهى نبوته إمتى؟ في اليوم 24 من الشهر التاسع، يعني 3 شهور و24 يوم. في نفس اليوم ده، شوف بقى الجمال عشان نختم بيه،
كلم زربابل والي يهوذا قائلا: اني ازلزل السماوات والارض، طأطأ السماوات ونزل والسحاب تحت رجليه، واقلب كرسي الممالك وابيد قوه ممالك الامم، واقلب المركبات والراكبين فيها، وينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف اخيه. ليه كده؟ انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. يقلب كرسي الممالك عشان هو يملك على هذه الممالك، بس مش هيملك على كرسي، هيملك على خشبة الصليب. آخر آية يقول: في ذلك اليوم يقول رب الجنود: آخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل، يقول الرب، وأجعلك كخاتم لأني قد اخترتك، يقول الرب. خلي بالك بقى، آخر آية، آخر آية يقول له كده: آخذك يا زربابل. زربابل قلنا إنه ولد في بابل، صار زربابل في هذه الآية رمزا واضحا للسيد المسيح له المجد، للسيد المسيح له المجد. يقول له كده: يا من ولدت في أرض غربة، في أرض العبودية، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه وضع نفسه آخذا صورة عبد، مولودا في بابل، مولودا في أرض الغربة، في أرض العبودية، عشان ينقلنا من بابل إلى أورشليم. وعلى أورشليم، على أورشليم صعد الرب يسوع المسيح فوق جبل الجلجثة لكي يقدم لنا حرية، مش بس من سبي بابل ولا سبي فارس ولا سبي العالم كله، ولكن ينقلنا من عبودية الخطية إلى حرية مجد أولاد الله. زربابل ولد في بابل يمثل السيد المسيح، اتحمل جسدنا وجاء إلى أرضنا، دخل معنا حتى القبر، لكنه هو الابن الوحيد، ابن يهو صداق، ابن البر، يعني يعني يهوش ابن يهو صداق. يهو صداق يعني الرب برنا، او الرب البار، او الرب الصادق، او الصديق. هو الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر: صرنا فيه مختاري الله، صرنا فيه ننعم بالغلبه، مش على أمم بشرية بمركبات وخيل، لكن على قوات الظلمة، على أجناد الشر الروحية في السماويات. باختصار كده، بالمعمودية تنهزم تحت أقدامنا كل أعمال الإنسان القديم كأمم وثنية منهارة. ننعم بالختم السماوي. ما هو الختم السماوي بقى؟ دي الآية اللي احنا عايزين نختم بيها. يوحنا 6:27 يقول إيه؟ اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية، الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. مين هذا ده بقى؟ مين هذا؟ هو الخبز؟ لا، ده المسيح نفسه. لما تقراها بالإنجليزي هتلاقيها كده بالكابيتال كلها، كلها. يعني أجيب بسرعة كده النص بتاعها من الكتاب المقدس يوحنا 6 عشان نشوفها، نقراها بالظبط. يوحنا 6 آية 27، شوف يقول إيه كده. يقول: اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. شوف بقى يقول إيه: which the son of man، son is capital of man، يعني المسيح، will give you because God the Father
has set his seal on him. His H capital, him H capital. يبقى الله الآب ختم الله الابن يسوع المسيح لكي يتجسد ويعيش على الأرض ويصلب ويقبر ويقوم ويصعد ويبني الكنيسة بجسده المقدس. بكده نلاقي سفر حاجي يعني بيكلمنا النهاردة كلمة مهمة جدا، كيف تبني هيكل قدس الرب، أو هيكل قدس الرب مبني فيك اوريدي، انت مش لسه هتبنيه، ده مبني فيك، لكن هي كيف تجعل هيكل قدس الرب عاملا ويقظا ونشيطا. لازم قدسك، يعني قدسك هنا مش تقولها القدس ابونا بس، قدسك انت قدس الرب، انت الرب يسوع حال فيك فاصبحت هيكل مقدس. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ من يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم إيه؟ الذي أنتم هو. حج النبي اللي في 4 نبوات قدر بنعمة المسيح مع الإرادة بتاعت زربابل والكهنوت بتاع يهوشع واستجابة الشعب يبنوا الهيكل، وبعدين نبههم ان البنى مش بالايد لكن بالقلب، بالقلب قادر ان احنا يعني ينبهنا الى اهميه هيكل قدسنا. ايوه عندنا الكنيسه، والكنيسه لا نستطيع ان نستغني عنها، لاننا في الكنيسه ناخذ ما لا نستطيع ان نحصل عليه وحدنا، وهو جسد المسيح ودمه. فالكنيسه هي الام التي تغذينا بغذاء يساعدنا أن يعمل فينا الروح الله القدوس طول الفترة اللي احنا فيها ما بين القداس والقداس، على قد ما نقدر نعيش مع المسيح. وبكده يستطيع الإنسان يعني يعيش ليس حسب الجسد فيموت، ولكن حسب الروح فيحيا. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة المسيح. يا رب يسوع المسيح اقبل صومنا الذي يبدأ غدا يا رب بشفاعة أم النور صاحبة هذا الصوم المقدس الذي هو على اسمها وباسمها، والذي نقبل فيه أن نعاين جسدها الطاهر الذي صعد إلى السماء ونتبارك كما عاين تلاميذك القديسين في نهاية هذه الأيام السيدة العذراء أم النور وظهرت لهم. يا رب يسوع اقبل شفاعة أم النور من أجلنا لكي تغفر خطايانا وتبارك حياتنا وتبارك أولادنا وبناتنا وتبارك بيوتنا وتبارك كنائسنا وتبارك خدامنا من أول قداسة البابا تودس الثاني والبابا بولس والأنبا بولس أسقفنا، وأيضا يا ربي كل الشعب كبار وصغار خدام وشمامسة أولاد وبنات شيوخ ورجال ونساء، تبارك الكل ببركة
بشفاعة أم النور يا ربنا يسوع المسيح، تمهل للعالم وتبل يا رب جراحات اللي اتأذوا امبارح يا رب في لبنان. أنت قادر يا رب إنك تفتقد الأسر المنكوبة، وأنت يا رب يسوع المسيح تأخذ بيمين كل إنسان مثقل وكل إنسان تعبان وكل إنسان محتاج لك. أنت تشرق شمسك على الأبرار والأشرار، أنت أب للجميع، فأنت محبتك يا رب غير مشروطة. أنت تحبنا ونحن لا نستحق حبك، لكن هذا يا ربي هو طبعك وهذه طبيعتك أنك أنت محبة. بارك في الحاضرين واذكر إخواتنا إلهنا الصالح الذين لم يستطيعوا أن يكونوا معنا في هذا اليوم. اسمعنا من أقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بعض الأحباء كانوا طلبوا إن إحنا عشان بنصلي قداسات، طبعا من بكرة هنصلي قداسات كل يوم بحسب الجدول اللي اتوزع على حضراتكم، هيكون في نهضة هتبتدي السبت اللي جاي، مش اللي بتاع بكرة، مش بعد بكرة، اللي هو السبت 15 في الشهر هيبدأ أن يفتح حبر الجليل الأنبا بولس أسقفنا المحبوب، وهيستمر الأسبوع لغاية يوم الجمعة، وهيكون في رسائل الكنائس السبعة بتاع سفر الرؤيا، من أول رسالة أفسس لغاية رسالة لودوكية ليلة عيد ستة العذراء أم النور يوم الجمعة 21. بناء على بعض الطلبات من بعض الشمامسة اللي بيحبوا اللغة القبطية، طلبوا إن احنا نصلي قداس واحد بس من ال 14 قداس دول باللغة القبطية كاملة واللحن القبطي كامل. فاللي عنده يعني محبة للغة القبطية يحب يحضر معانا أو يحب يفتح يصلي معانا، هيكون القداس ده يوم الثلاث 18 أغسطس، مش الثلاث الأول، الثلاث الثاني من صوم ستة العذراء، وهيكون من 8:30 ل 11:30، هيكون قداس طويل شوية يعني، هيكون كومبليتلي من أوله لآخره قداس باللغة القبطية. كان نفس الشمامسة دول إنهم بس يتطعموا القداس باللحن الأصيل اللي اتحطت بيه كل صلوات القداس، وهو باللغة اللي اتعمل بيها اللي هي اللغة القبطية. ده هيتكرر مرة واحدة بس اللي هو يوم 18 أغسطس. إذا بعد كده حد تاني في أي وقت بقى بعدين، يبقى نصلي مرة تانية وناخد بركة. القداس هيبقى فيه أجزاء من قداس القديس باسيليوس، وأجزاء أيضا من قداس القديس إغريغوريوس ناطق بالإلهية. ربنا يجعل كل خدمة لمجد اسمه القدوس، ويقبل أصوامكم وصلواتكم في شفاعة أم النور، حبة الله الآب ضابط الكل ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وخالص يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم دون فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. أمين. مع الحاجة أيضا. صلواتكم صلواتكم صلواتكم.